جميعا بكل خير، نرحب فيكم في منتدى وعد السياسي وندوة اليوم بعنوان نحو فهم جديد لسوق العمل في الخليج البحرين نموذجا، اللي راح يقدمها الدكتور عمر الشهابي. طبعا تأتي هذه الندوة في ظل أوضاع اقتصادية اجت كتبعات لتداعيات انهيار أسعار البترول. فأنا انطلاقا بس بقرأ هذه الفقرة من بيان مكتب العمالي اللي أصدر بمناسبة يوم العمال، حيث أكد المكتب العمالي أن البحرنة وإحلال المواطن محل العامل المهاجر وتوفير فرص عمل لائقة بأجور عالية ومتوسطة، بدلا من تنفيذ سياسة موازية للبحرنة والمتمثلة في بتجميدها والسماح لأصحاب العمل بجلب عمالة مهاجرة دون التقيد بالبحرنة بل وإلغائها في ظل عدم التزام الشركات بنسب البحرنة حاليا وتراجعها في معظم هذه المؤسسات، الأمر الذي يشكل خطورة على واقع العمالة المحلية ويزيد من نسب البطالة التي ينبغي إعادة النظر في احتساب نسبها والكشف عن حقيقتها للرأي العام، حيث تتعارض أرقامها مع تقارير وزارة العمل وتقارير الدولية. ففي حين تحاول الحكومة تقليل هذه النسبة إلى ما دون 4%، فإن نسبتها تجاوزت 14% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. والحين ننتقل للدكتور عمر، تفضل. شكرا جزيلا على الدعوة، هاي فرصة سعيدة نراك مرة ثانية، أظن آخر مرة كانت قبل أكثر من سنة، أظن آخر مرة كانت في يناير 2015. جميل أن نراك مرة أخرى. طبعا اليوم احنا الندوة تقيم بمناسبة يوم العمال 1 مايو، وفي البداية انا كنت اود ان اوجه تحية لثلاث مجموعات من العمال قلما يتم الحديث عنهم. اولا العمال الكادحين الذين يعيشون بجهد جبينهم على حافة الحياة ليحصلوا على الرزق فيما هم من عمر البلد، بما فيهم الوافدين من بنائين وعاملين اضافة وغيرهم، والذين قلما يتم الحديث عنهم ويعملون حتى في خضم عطلة 1 مايو عيد العمال والتي من المفروض أن يكون يومها. ثانياً أي عامل فصل أو خسر عمله أو تعرض للإصابة في عمله وفصل من غير وجه حق ولم يحصل على التعويض المناسب. ثالثاً العمال المرابطون في العالم العربي لإنقاذ الحياة في أخطر بقاع الأرض التي تواجه القصف والموت من الاستبداد، من الأطباء وعمال الإنقاذ من الركام وغيرهم. وفي هذه الأيام في مقدمة هذه المناطق التي تواجه القصف بالبراميل المتفجرة التي لا تفرق بين مسلم أو طفل هي حلب وبلاد الشام عموما. وأظن اليوم فرصة مواتية للجميع للتأمل في مواقفنا التي صدرت أو لم تصدر ولم تنصح صراحة من وقف في وجه الاستبداد مطالبا بحريته أو تعرض للقتل والتشريد من قبل هذا الاستبداد في أي بقعة كان. فالتاريخ لن يرحم من لم يقف ضد الاستبداد، أو على الأقل أظهر التعاطف الإنساني مع من حاول الوقوف ضد الاستبداد وتعرض للإبادة الفعلية بغض النظر عن طائفته أو هويته أو السيناريوهات السياسية التي رسمناها في مخيلتنا عنه. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبغلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، بعد هذه الافتتاحية نوجه تركيزنا نحو اقتصاد بلدنا ومنطقتنا الحبيبتين البحرين والخليج العربي، وأتمنى أن يكون النقاش مثمراً، وأتمنى أن ما أطول، أن أدري في كثير منكم يمكن حاط في البال بيروح يشوف الشامبيونز ليج بعدين، يعني بحاول أختصر في 25 دقيقة. فمثل ما ذكر الأخ أحمد، نعرف أن الوضع الاقتصادي سيء، ونعرف كما نعرف أن العجز الميزانية وصل إلى مستويات مخيفة، والعجز كنسبة مئوية من الإيرادات وصل إلى 90%، يعني حوالي 100%، أو الإنفاقات حوالي ضعف الإيرادات حاليا. هذه البيانات فريش من صندوق النقد الدولي، والذي أكمل المشاورات المادة الرابعة مع البحرين قبل حوالي أسبوع وأصدر بياناته. فهاي كانت آخر الأرقام اللي هي توقعاته ل 2016، أن العجز في الميزانية بيكون حوالي بتكون الإنفاقات ضعف الإيرادات، وهذا طبعا خطر كبير وكل اللي تكلمنا عنه في الجرائد هو شيء معروف.
لكن الشيء اللي لا أحد يتكلم عنه وهو خطر أكبر وهو خلل هيكلي أساسي هو الحساب الجاري، أو الحساب الجاري هو ما نصدره في مقابل ما نستورده. طبعاً صادراتنا هي أساساً النفط، وهو كل ما يمول من وارداتنا من سيارات وكمبيوترات وهواتف إلى آخره. آخر بضعة سنين قبل آخر سنتين كان الحساب الجاري في الموجب إن قيمة النفط الذي نصدرها أكثر من قيمة ما نستورد، ولكن طبعاً في مع نزول سعر النفط دخل في السعر في آخر سنتين، يعني لما نشوف الهبوط اللي حصل في 2015 و2016 يعني الحساب الجاري صار بليونين و200 مليون دولار أمريكي، ويعني هذا أنت واصل على المستوى المتوسط على يعني على 5 سنوات وأكثر، فهذا خطر كبير، يعني هذا حتى أكبر خطر من الميزانية، لأن هذا يعتبر خلل هيكلي. يعني الميزانية تقدر تقول طبعاً صعب وراء تداعيات سياسية، بس إذا كان في يعني نية وقدرة ممكن تحاول تعيد يعني تدوير الإيرادات وتوزعها من مكان لمكان، بس هذه إذا استمر أن عندك عجز في ما تصدره في مقابل ما تستورده عندك خلل هيكلي، فأنت قاعد تستفيد من العالم، يعني قاعد تستفيد على العالم كل ما يكون عندك عجز، والعالم لم يرحم، وسيكون هناك ضغط كبير على احتياطات البنك المركزي وعلى العملة، وسيكون أزمة حقيقية سنحس بها تواصل. فهذا فقط وددت أن ألفت الانتباه إليه، لأن معناته أن دخلنا مرحلة الخطر الهيكلي الحقيقي. وكما نعرف فما يقرر وارداتنا من كمبيوتراتنا وهواتفنا إلى آخره يختلف عن ما يقرر صادراتنا وهو سعر النفط أساسا. فيعني إحنا عادة الطلب على الواردات من فرق يزداد، عدد السيارات اللي نستوردها تزداد والهواتف يعني ممكن ايضا ينزل، بس عموما في ارتفاع في مقابل الصادرات، يعني لا يعرف ما هو مصير سعر النفط والذي هو اساسا ما لدينا. لكن اذا استغنينا عن هذا المقدار من صندوق البحرين المركزي، بنك البحرين المركزي، اذا استغنينا عن اخر سنتين وراينا الى 40 السنه السابقه، البحرين كانت يعني هاي يمكن البعض يجد المفاجأة، كانت مصدرة لرؤوس الأموال، يعني حتى إحنا البحرين التي تعتبر عادة أصغر دول الخليج كانت تصدر رؤوس الأموال، فكان عندنا فائض في الحساب الجاري، وعندما يكون عندك فائض في الحساب الجاري معناته أنت تصدر أموال أو رؤوس الأموال إلى الخارج، لأن عندك فائض في العملة الأجنبية فتقدر تصدرها كرؤوس أموال. فإذا ننظر إلى ما هو يعني مثل ما تقول كم صدرت البحرين على آخر حوالي 50 سنة من رؤوس الأموال، البحرين صدرت 65 مليار دينار، أي ما يساوي 150 مليار دولار من رأس مال طلع من البحرين. هذا طبعا رأس المال أغلبه برأس مال خاص، يعني اللي تملكه من الدولة قليل، في نسبة تملكه من احتياطي أموال، وطبعا ممتلكات تملك شوية في مكلارن أو غيره، بس عموماً أغلب هاي الأموال هي رأس مال خاص يتم جني هاي الأموال في الداخل، بس بعدين يتم تصديرها إلى الخارج. في المقابل أيضاً دخل البحرين 55 مليار دينار، أغلب من دول الخليج الأخرى التي استثمرت في دول البحرين في البحرين، ولكن إذا بنقارن ما دخل البحرين من رؤوس أموال وما خرج، نحن نصدر رأس مال، يعني طلعنا بالصافي حوالي 10 مليار دينار خرجت من البحرين على آخر 40 سنة. فيعني إحنا في البحرين نعتبر عندنا فائض رأس مال، وهذا يأتينا إلى السؤال يعني أو اللغز الكبير العجيب في حالة البحرين والخليج عموما، بما أننا عندنا وفرة رأس مال لدرجة أننا نصدر رأس مال، المفروض في المقابل يكون عندك شح في قوة العمل. إذا أنت عندك رأس مال كثير مفروض قوة العمل تكون قليلة نسبياً ويكون العائد لها أعلى، وأن العمل يعني يكون عزيز والمردود عليه عالي. لكن جميعنا كما يعرف أن المردود إلى العمل في دول الخليج ضئيل، بل أن هناك فائض من العمالة لدرجة أننا نجد ناس يعملون بشكل رسمي كمنظمي ومواقف سيارات وينظفون سيارات إلى آخره، وهي عادة يعني هذه ما تلاقيها إلا في الدول ذات الكثافة العالية والفائض في العمل كمصر والهند وغيرها.
فكيف كيف صار ان الخليج اللي المفروض عنده فائض رؤوس الاموال لدرجه انه يصدر رؤوس الاموال عنده فائض في قوه العمل؟ يعني لو نرى احنا هاي يعني هاي ما تقدمه هاي الرسم البياني هو ما هو المردود لكل قسم في الاقتصاد من ما يحصل عليه يجني عليه الاقتصاد. فعموما في الاقتصاد كما نرى في البحرين يعني عموما اذا طالع راس المال والعمل، اذا بنطالع دول مثلا النرويج او الولايات المتحده والتي هي تعتبر دول راسماليه او دائما يعني يضرب فيها المثل في الاقتصاد الحر والى اخره، حتى في هذه الدول نرى ان العائد للعمل اكثر بكثير من العائد لراس المال. يعني في الولايات المتحده 52% من اجمالي الناتج المحلي يروح لعائد العمل، في المقابل 37% يذهب الى راس المال. في الخليج في البحرين العكس، يعني لو نرى في البحرين 29% من مردود الناتج المحلي يذهب الى العمل، في المقابل 41% يذهب الى راس المال. فيعني راس المال عنده نفوذ اكبر والمردود له افضل، وعموما هو ما يحصل على هو اللي يحصل على يعني القسم الاكبر من الكعكه من الاقتصاد، هاي الفلوس تروح له. فكيف حصل هذا؟ كيف ان الاقتصاد المفروض عنده فائض راس مال لدرجه انه يصدر الى الخارج صار انه لكن المردود الى راس المال عالي والعامل هو اللي يعني عموما مضروب؟ طبعا الجواب هو يمكن اهم نقطه انا اريد ان اوصلها اليوم ويمكن تشبكنا بالبيان، هو ان سوق العمل في البحرين والخليج عموما فريد من نوعه عالميا. كيف ذلك؟ في كل دول العالم فيما على الخليج فان اساس مبدا سوق العمل في الدوله الحديثه هو ان سوق العمل هو على مستوى الدوله او على مستوى الوطني. فانت يتم ولاده وتدريب وتوظيف العمال في اي دوله اساسا داخل نطاقها، داخل سوق عملها الوطني من خلال مواطنين، بحيث يكون المواطنين هو التيار الرئيسي لتوفير سوق العمل وتدريب سوق العمل وانجاب الاطفال اللي بيصيرون العمال في المستقبل. ومن ثم طبعا ايضا في يعني خاصه في وقت العولمه يتم تطعيم هذا السوق بالوافدين والمهاجرين حسب حاجه ذات الاقتصاد. فاذا ما حصل هو ان كل دوله ركزت على ان يكون سوق العمل مغلق اساسا على مستوى الدوله. صعب جدا انك تجيب عماله من الخارج الا فيما يتم احتياجه، فيتم التطعيم حسب الحاجه من خارج نطاق الدوله. وحتى عندما يتم جلب الوافدين فان الدوله تحرص على توطين المهاجرين والوافدين حتى يصبحوا جزء من سوق العمل الوطني. يعني كما نعرف اذا الواحد يروح امريكا ولا كندا ولا بريطانيا يعني يكون هناك 15-20 سنة يحق له ان يصبح مواطن او على الاقل يعني شخص مقيم في الدوله. في الخليج الحاله مختلفه كليا لان سوق العمل نطاقه العالم ككل. فأي شخص يريد توظيف عمال لأي شركة أو مشروع عنده وفيما عدا بعض الإجراءات البيروقراطية اللي كما شفنا بعد الآن شكل بيشيلونها الإجراءات البيروقراطية يستطيع أن ينظر على مستوى العالم يستقطب العمال من شبه القارة الهندية من شرق آسيا الفلبين أوروبا أو أمريكا. يعني مثل ما يقولون العالم هو الملعب أو بالإنجليزي the world is your oyster. هذا فريد جدا مقارنة مع باقي دول العالم. ليس هذا فقط بس القوانين وأرض الواقع تعطي القوة والمزايا أساساً لصاحب العمل أو رأس المال. فقوانين وحقوق العمال ضعيفة للوافدين بحيث يستطيع فصلهم بسهولة ولا يستطيعون التنقل بين الأعمال بسهولة، فهو إذن يعني أساساً مرتبط بصاحب العمل اللي عنده القوة. فأظن يعني هو يعني ممكن القول أن الخليج بلا منازع هو أفضل سوق في العالم رأس المال من ناحية المزايا والحقوق التي تعطى لرأس المال، بحيث أن السوق أو العرض السبلاي لسوق العمل هو على مستوى العالم وتقدر تجيب عمال من أي بقاع في العالم. في المقابل فإن رأس المال سوق رأس المال عموما محدود على المواطنين وهناك ضوابط على تدفق رأس المال من الخارج. فإذا المنافسة قليلة من ناحية رأس المال بينما المنافسة شديدة على العمال لأن لازم يتنافسون على مستوى العالم بدل ما يكون التنافس على مستوى الدولة. طبعا نعرف القصة التي صارت من هذا الشيء. فإذا ننظر يعني من 75 إلى 2015
على مدى 40 سنة التي مضت، فكان صار تدفق كبير للوافدين في إلى دول الخليج مع الطفرة النفطية بعد 73. ففي 75 كان عدد الوافدين في كل دول الخليج لا يتعدى 1,000,000. الآن إحنا في 2015، هاي 2012 الرقم وصل إلى 13 مليون. نظرنا إلى 2015 أتوقع الرقم أقرب إلى 15 مليون عامل وافد، في مقابل حوالي 6 مليون عامل مواطن. فيعني نسبة النمو كانت الضعف في عند الوافدين مقابل المواطنين. لندخل الآن قليلا في التفصيل أكثر، يعني إحنا مثل ما نعرف أين تمركز الوافدون والمواطنون في الاقتصاد المحلي. كما نعرف المواطنين تمركزوا في القطاع الحكومي، في المقابل الوافدون تمركزوا في القطاع الخاص. لكن حتى هذه القصة غير مكتملة. فلو ننظر على اللي عادة يتم تسميته بالقطاع الخاص، فالأرقام تقول إن البحرينيين في القطاع الخاص أكثر من القطاع العام. يعني المواطنون حوالي 15% في القطاع الخاص و 11% في القطاع الحكومي حسب الأرقام المعلنة. لكن هذا مضلل، وهي نقطة يعني أنا بغيت أركز عليها، لأن علينا أنا أظن أنه فرق بين نوعين بين ما يسمى بالقطاع الخاص. أولها هو القطاع الخاص اللي أنا أسميه الحقيقي أو ما سأسميه بالقطاع العائلي، وهذه هي شركات عائلية من الصغير والمتوسط والكبير، والذي أنا متأكد كثير منا عنده أو عند أهله أو عند معارفه يعني جزء من هذا القطاع الخاص، كان من دكاكين الهواتف أو الكبتيك أو شركة مقاولات أو يعني تطلع فروق إلى طرح من القطاع العائلي. لكن هذا القطاع في رأيي يختلف من قطاع آخر داخل القطاع الخاص، وهو ما سأسميه بالشركات ذات النفوذ العام أو النفوذ الحكومي أساساً، وهي تلك الشركات التي تلعب فيها الحكومة أو التأمينات الاجتماعية أو القطاع العام دور رئيسي، إما كمالك أو مؤسس إلى آخره. فهنا لدينا مثلاً بابكو وطيران الخليج وألبا وبتلكو والقطاع المصرفي مثل بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت إلى آخره. هذه نسبة الملكية للحكومة فيها عالية، تصل في بعض الأحيان إلى 100%، مثلا طيران الخليج مملوكة 100% من قبل الحكومة، أو يكون نسبة الملكية للحكومة عالية فيها، أو أصلا هي الحكومة من أسستها وثم خصخصتها. فهذا القطاع يختلف كليا عن قطاع العائلة. وإذا ننظر إلى المواطنين الذي يعملون في ما سميناه اللي في الإحصائيات سميناه القطاع الخاص، أغلبهم يعملون في هذا القطاع اللي فيه النفوذ الكبير للدولة. مثل يعني لو نأخذ أعداد المواطنين اللي يشتغلون في بابكو وطيران الخليج وبتلكو والبنوك ويعني كل الشركات اللي الحكومة لها دور رئيسي فيها GPIC إلى آخره أسري، هذه تشكل الغالبية العظمى في وين المواطنين يشتغلون في القطاع الخاص. في المقابل لو ننظر إلى القطاع العائلي، أعداد المواطنين اللي يشتغلون في القطاع العائلي، مع أن الأرقام غير موجودة غير معلنة، لا يوجد هذا التفصيل، أنا يعني أجزم أنها في المقابل قليلة جدا. المواطنين يعني كلمهم يشتغلون في القطاعات اللي سميناها القطاع العائلي. لماذا أقول هذا؟ لماذا أركز على هذا؟ لأن الهوس الآن هو بالقطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو من سيقود بتوظيف المواطنين وأن النمو فيه. هذا ليس بصحيح. ففي وضع الحالي القطاع الخاص الحقيقي أو القطاع العائلي لا يمكن أن يوفر الوظائف والدينامو للمواطنين. اللي حاطين الأمل فيه هذا القطاع العائلي صعب عليه أن يوفر للمواطنين الأعمال ولا يوفرها. كيف؟ نتعمق في هذا قليلاً. هاي لو ننظر إلى القطاع الخاص في البحرين، تكوينة القطاع الخاص من هيئة تنظيم سوق العمل، لو ننظر إلى تكوين القطاع الخاص من ناحية التعليم، إذا ننظر إلى الوافدين الذين يشتغلون في القطاع الخاص، الغالبية الساحقة من الوافدين هم من ما دون الثانوية، يعني إما أمية أو ما دون الثانوية، يشكلون حوالي 60% من الوافدين الذين يشتغلون في القطاع الخاص، وهؤلاء أساسا في القطاع العائلي. في المقابل إذا ننظر إلى المواطنين فهم في اللي قلنا أغلبهم هم في القطاع بالنفوذ الحكومي والشركات التي لديها
نفوذ حكومة ننظر يعني لو ننظر إلى تركيبة التعليم ننظر إلى أن نسبة التعليم عند المواطنين أعلى بكثير من الوظائف التي وفرها القطاع العائلي والتي أساسا هي التي فيها الوافدين. فالثلثين من المواطنين لديهم ثانوية أعلى، وهذا إذا زدنا المواطنين في القطاع الحكومي والذي فيه نسبيا نسبة التعليم أعلى سترتفع هذه النسبة. أنا ما أحدد هذه القطاع الحكومي، بس القطاع الحكومي عموما نسبة التعليم الآن فيه يعني لو نقارن الرسم القطاع العائلي نسبة التعليم فيها أعلى. النقطة الأساسية هي أن الغالبية الساحقة من الوظائف في القطاع العائلي الخاص هي وظائف تتطلب تحصيل علم متدني، وهذا ليس بجريء إذا ما علمنا أن الغالبية الساحقة أكثر من الثلثين من الوظائف في هذا القطاع تتركز في قطاع البناء والتجزئة والخدمات، عمال إضافة، عمال في محلات، غسيل، كوائي إلى آخره. هذا بالإضافة إلى قطاع الخدمة المنزلية. ماذا يعني هذا؟ لو ننظر أيضا إلى الرواتب في القطاع الخاص للوافدين يسمونه القطاع العائلي، 76% من العمال الوافدين في القطاع العائلي يحصلون على أقل من 200 دينار شهريا، 90% من العمال الوافدين في القطاع الخاص أساسا في العائلي أقل من 350 دينار شهريا. فهذه يعني أرقام متدنية جدا. فالاستنتاج هو أن القطاع العائلي يعتمد على العمالة الوافدة متدنية في المهارات والرواتب، وفي الأساس تنتج منتجات تستهلك محليا ليس بالإمكان تصدير كالبناء والخدمات والتجزئة. في المقابل إذا يعني أنا لست أمدح فيه، لكن نسبيا لو نقارن هذه بقطاع الشركات ذات النفوذ الحكومي فيها مشاكل كثيرة، لكن هي الشركات الوحيدة التي في البحرين فيها شوية تنافسية شوية إنتاجية. يعني ما هي الشركات اللي لو كنا نبي نفتخر فيها في البحرين على مستوى العالم؟ ما هي يعني كلها في قطاع ذات النفوذ الحكومي. يعني عندما نتكلم عن مشاكل ألبا أو مشاكل غيران الخليج أو مشاكل كل هذه الشركات، لكن يعني هذه هي الشركات التي فيها نسبية إنتاجية أعلى، نسبيا فيها حقوق عمان أعلى، فيها رواتب أعلى. وهذا الوضع المتراحل للقطاع العائلي يتبين إذا نظرنا إلى الإنتاجية في البحرين والخليج عموما. هذه الأرقام من هيئة تنظيم سوق العمل وأيضا من صندوق النقد الدولي. أولا الإنتاجية مثل ما نرى ضعيفة. الإنتاجية ما هي؟ كم هي نسبة الإنتاج لكل عامل؟ كل عامل كم ينتج؟ أو الـ output per worker productivity. أولا فإذا نظرنا إلى الإنتاجية في البحرين والخليج عموما هي أصلا ضعيفة. ليس ذلك فقط بل هي راهقة في النزول، وهذا بسبب أن النمو عندنا في الخليج، نمو الناتج المحلي اللي في السنة تقريبا لما 4% إلى آخره، هو أساس النمو يعتمد على النمو العادي في عدد العمال وليس على النمو في الإنتاجية. يعني هو مثل اللي يسمونه extensive growth، تنمو في العدد ولا تنمو في الإنتاجية أو ما ينتجه كل عامل في كل شخص. في الدول الصناعية أهم شيء بالنسبة لهم هو النمو في الإنتاجية، كم بعد يزيد في العامل، هذا هو أساس النمو وليس النمو المبني على التوسع في العدد. فنحن نرى ذلك يعني عموما الإنتاجية لكل فرد تنزل، لأن الإنتاج عموما مثل ما قلنا يعتمد على استقطاب عمالة رخيصة ومتدنية المهارات ومتدنية الحقوق. والآن يمكن أن نرى الجواب باللغز الذي بدأنا به، وهو كيف الدولة المفروض أن توفر من رأس المال بل وتصدره إلى باقي العالم صار عندها وفرة في العمل. طبعا الجواب أنك فتحت سوق العمل يكون عالميا بدلا مما يكون على مستوى الدولة، وصارت المنافسة على تكلفة العامل على مستوى العائلة وعموما حقوقه متدنية، وفي المقابل خليت الحقوق والمزايا لرأس المال عالية. وما في وقال الاستنتاج اللي بوصل لنا ما في أمل المواطنين سيستطيعون المنافسة في القطاع العائلي في سوق عمل كهذا. لماذا؟ لأن ما هي تكلفة الوافد اللي لازم يتنافس معها اللي جاي من كل مستوى العالم؟ هي تكلفة حياته، وتكلفة حياة الوافد هي أساسا في بلدته في ديرته.
وفي غالبية الوظائف أو في غالبية هذه الدول التكلفة أقل بكثير من البحرين. يعني لو احنا ننظر الى البحرين ونشوف رقم 200 دينار ولا 350 دينار نقول يعني هذه الواحد شلون يعيش على 200 دينار؟ في ناس طبعا عايشه بس يعني صعب جدا لا تعتبرها طبقه متوسطه اكيد. في المقابل 200 دينار لشخص جاي من قريه من يعني شبه القاره الهنديه 200 دينار تعتبر رقم جيد، تعتبر رقم يستطيع عيش ياكل ويقدر يجر له بيت او حتى يشتري بيت وحتى يقدر يدخل يعني ابنائه مدارس خاصه. فانت كيف تتنافس وانت تكلفه حياتك في البحرين يعني يقول على الاقل تحتاج اللي هو 400 500 دينار فقط للعيش يعني بشكل يعني ماشي حاله، مع شخص 200 دينار بالنسبه له تقدر يعني يكون ميسوع الحال فيه. ف اللهم الشيء الوحيد اللي تقدر تتنافس فيه هو وين انت توصل تكلفتك تقدر تتنافس مع بقيه العالم. وهذا نراه اظن مثلا الان في القطاع المصرفي، الان في القطاع المصرفي واحد حامل بكالوريوس في البحرين تو بيبتدي يعني 450 دينار 500 دينار اذا محدود. هذا يعني مستوى العالم القطاع المصرفي يعتبر جيد، يعني العالم يقول لك زين انت يعني اقدر اوظف احد في القطاع المصرفي ب 500 دينار اوكي ميت هذا رخيص. فانت هاي يعني للاسف بتصير تتنافس على مستوى التكلفه. وفي هذا الوضع ليس مستغرب ان اغلب الناس تبعد عن القطاع العائلي او القطاع الخاص، بل ان تقول انا افضل ان انا اصير صاحب القطاع الخاص او انا اصير صاحب عمل، انا اصير يعني انا اصير رب عمل وانا استقطب عمال بدل ما انا اشتغل واتنافس على 200 دينار و 350 دينار، انا بصير مثل ما يقولون يحيى الصاعق صارت انتربرنور، انا بصير رائد اعمال، ورائد اعمال اني اجيب لي 5 6 10 20 كل واحد على اللي يقدر عليه وافدين، وهو يصير رب العمل، وهو بعدين يعني ممكن 5 دقائق هو بعدين يقدر يعني يستفيد من هاي الاعمال. فيصير انت عندك ففي هذا الجو والحاله الحاليه في القطاع الخاص، ان تم تخييرك بان تصبح عامل فيه او صاحب راس مال، اي واحد ستختار؟ اكيد يعني بتكون رب عمل، بما ان في العمل ستنافس كل العالم على اساس التكلفه، في المقابل كرب عمل تستطيع ان تستقطب موظفين بسعر رخيص وحقوق متدنيه وتاخذ منهم الربح اللي هو. فلذلك اغلب المواطنين اما يختار ان يعمل في القطاع الحكومي او قطاع الشركات ذات النفوذ الحكومي ولا يذهب للقطاع العائلي داخل المتدني والحقوق المتدنيه، الا اللهم لما يصير هو رب عمل. الان نصل الى الختام وهو السؤال المحور الرئيسي الذي نطرحه اليوم. ما هو رؤيه سوق العمل التي نريدها في البحرين؟ هناك خياران لا ثالث لهما. واحد نواصل على نمطنا الحالي وهو الاعتماد على السوق العالمي للعمال بشكل اساسي، والمواطنون يرتكزون في القطاع العام والشركات ذات النفوذ الحكومي او يصبحوا ارباب عمل، وهي الصوره اللي هي نستقطب من كل العالم. ويتواصل السوق مفتوح للعمال من كل بقاع العالم ويكون النمو في الاقتصاد اساسا مبني على النمو في اعداد العمال بدل من الانتاجيه. هاي هو الوضع الحالي وهذا التوجه الدولة حاليا، ان والله يعني لا دخل على في السوق، المواطنين ما يقدرون يتنافسون في القطاع الخاص، خلهم اللي يبدي يدش قطاع خاص خليه يصير رب عمل انتربرنور رياده اعمال يستقطب وافدين ونمشي على هذا ويكون هو المحور الرئيسي هو سوق العمل العالمي. في المقابل الخيار الثاني هو ان ننتقل الى نموذج اقرب ما هو موجود في العالم بحيث يكون سوق العمل الوطني اساسا داخل حدود الدوله هو الرئيسي، من ثم يتم تطعيمه بالوافدين متى برزت الحاجة، ولكن يكون هناك لكن هذا يعني يكون هناك ضوابط وآليات صارمة للحد من فتح السوق على مستوى العالم ويكون محيطه مستوى الدولة أساسا. فأي خيار نريد بحيث الأمور أساسا تكون موجهة لكفة رأس المال كما هو حاليا أو ترجح لكفة أكثر للعمل والعمال. لا يوجد خيار ثالث، إما تفتح سوق العمل للعالم او تسكره نسبيا لبقيه العالم. هاي هم الخيارين. ما لازم تسكره كليا ولكن تصير مثل باقي الدول ان تضع ضوابط صعبه. فاي منهما نريد؟
وانا ساختم. السؤال ليس بالجواب السهل. يعني انا قبل كنت دائما اقول طبعا احنا بنصير مثل باقي دول العالم وخلينا نتوجه الى سوق عمل وطني نعتمد عليه، لكن في ايضا من يقول لك لا احنا عندنا مثال خاص بنفط الخليج ونجح قبل 50 سنه الامور مشت ومش الحال، فليش الحين يعني الا لازم يعني نقلد الاوروبيين ولا الامريكان، ما لازم يعني احنا نسوي نفسهم بالضبط، عندنا موديلنا الخاص. لكن يعني اظن بكل منهما ايجابيات وسلبيات، يعني كان ودي ادخل فيهم بس يعني بسرعه سامر. اذا ننظر الى الوضع الحالي اللي هو ان اساس هو سوق عمل عالمي، فما هي الايجابيات؟ طبعا من ناحيه راس المال مثل ما قلنا ايجابيات كثيره يعني جذاب جدا. الايجابيه الاخرى هو نمط حياه تتمتع باستهلاك رخيص وعالي نسبيا، يعني احنا كلنا ممكن يكون عندنا يعني في البيت ناس يساعدون في الخدمه المنزليه، وعموما الحياه تكلفه يعني لو واحد يسوي لك شاورما رخيصه الى اخره، فهذه يعني الحياه نسبيا استهلاك فيها عالي. في بس اغلب هاي الايجابيات على المستوى الفردي، لو ننظر اليها كل واحد من الشخص بنفسه بيقول لك ايه بي هاي زين، ليش يعني لماذا نغيره؟ في المقابل ما هي السلبيات؟ او من اكبر السلبيات اظن هي ان لا يوجد توطين للمهارات او learning by doing يسمونه بالانجليزي. نحن الشعب حاليا لا يعرف اول اسس حياته من تنظيف الشوارع الى بناء مصانع التحليه التي تزودنا بالمياه او مصانع الكهرباء او حتى بناء شوارع او بيوت. في كل هذا نعتمد اساسا على وافدين للقيام بذلك، وعلى الرغم من الوظائف الهائله في هذه القطاعات عموما يعني ليست لم يتم توطينها. وهذه ليش مشكله؟ لان عموما في اغلب الاشغال الطريقه الوحيده التي تتعلم هي عن طريق البناء او انك تعمل من شيء يسمونه learning by doing، ليس عبر الكتب والنظريات. بتقرا ان شاء الله 500 كتاب عن كيف تبني بيت ما بتعرف الا اذا جربت تبني بيت، واحنا حاليا ليش لا توجد عندنا هذه المهارات؟ لان لا نقوم بذلك. ما حد من ما ادري يمكن انا غلطان بس يعني ما هو في احد من الغرفه يعني بنى بيت في اخر 20 سنه، هو بيدي يعني بنى بيت ممكن ما ادري. هذه هي سلبيه واحده. الانتاجيه منخفضه مثل ما قلنا، يعني عموما الاشغال هي ذات انتاجيه منخفضه. حقوق ورواتب العمال منخفضه لان راس المال له كفه. وواحده يعني من اكبر المشاكل هو ان هناك تسرب كبير من ناحيه التحويلات. هذا الشيء معروف ان تحويلات كثيره تخرج خارج البلد. ولكن يمكن اهم مشكله هو انه غير مستدام في رايي، وهي ممكن انها مشي على المستوى البعيد من ناحيه الحساب الجاري. لان في هذا الموديل في هذه الرؤيه للاقتصاد ينبني على ماذا؟ على النمو في اعداد الموافدين، على طول تواصل في نمو اعداد الموافدين. ماذا يعني ذلك؟ تواصل النمو في الاستهلاك وتواصل النمو في التحويلات. ان تواصل النمو في الاستهلاك والتحويلات هذا الحساب الجاري مالك سيدخل سالب بشكل كبير، لان التحويلات تعتبر سالب في الحساب الجاري، وما نستورده اساسا من الاستهلاك هو ايضا سالب. وفي المقابل البوزيتيف او يعني الجزء الايجابي في الحساب الجاري هو معركه النفط. النفط يعني ما لن ينمو في نفس المستوى الذي ينمو فيه الباقي، فبيصير عندك الواردات او ما يخرج من البلد من اموال اكثر بكثير مما يدخلها، فاظن على المستوى البعيد هذا لا يمكن ان يستدام. في المقابل يعني الايجابيات لو ننتقل الى أن يكون سوق العمل وطني مثل بقيه العالم، هما في الاساس عكس السلبيات اللي هي توطين المهارات، رفع الانتاجيه، رفع حقوق ورواتب العمال، خفض الدعم وخفض العجز في ايجاد الجار. لكن في هناك سلبيات كبيره. اولها يمكن يعني الكثير يمكن ما يهتمون لكن هو جزء مهم ايضا، ان كثير من الوافدين سيفقدون اعمالهم وستتقلص كميه الاعمال. وعندما تزيد الانتاجيه او عندما يزيد تكلفه العامل ما سيحصل هو اننا يعني سننتقل الى تكنولوجيا متقدمه اكثر، فما سيحصل؟ ما بيكون في احد يسب لك بترول، بتكون نفس اي دوله ثانيه في اوروبا راح تصب بترولك بروحك. اذا في احد ممكن يروح في السوبر ماركت في الكاشيرز، احنا حاليا كل واحد يحط له كل براده تحط له اثنين ثلاثه كاشير لانه رخيص 100 دينار في الشهر وشغل لك ثلاثه اربعه.
اللي بيصير لما ترتفع تكلفة العامل، لا بيبتدي يشغل له، بيحط له هاي الماكينات ما ندري شفتوهم لما تروحون برا على السيلف سيرفيس اللي بروح بتشغل. وهل الموضوع جرى يعني في كل القطاعات سيتم الانتقال الى تقنية احدث لرفع الانتاجية، لانه بيصير رأس المال ارخص، التكنولوجيا بتصير ارخص مقابل العمل حاليا. يعني يقول لك ليش انا اقدر اجيب لي عامل 100 دينار في الشهر ولا اغير ولا شيء؟ فبيكون هناك تغير كبير في نمط الحياة. يعني احنا نتكلم انه يعني يمكن الشقة تصغر، تعتمد على ديش واشنج ماشين من بدل ما يكون عندك احد يغسل لك. فهاي جزء. الجزء الثاني كثير من يعني ارباب العمل سيكون ضغط عليهم، يعتمدون خاصة المشاريع الصغيرة على العمالة الوافدة الرخيصة، هاي ايضا بيكون فيه ضغط. فانا اظن الانتقال من هذا الرؤية الى الاخرى الى يعني توطين سوق العمل في الاساس سيواجه التحديات والاعتراض من قبل المواطنين نفسهم. لانه بيقول لك انا زين، كل واحد يعني بيبتدي ياخذ نظره فرديه بدل المجتمعيه، يقول لك انا ليش يعني انا اللي تروح علي الدكان اللي كنت ماخذه، او ليش انا اللي الحين لازم ادفع اكثر وما اقدر لازم يعني هاي ماكينه تغسل بدل ما هذه. فبيكون اظن في اعتراف كبير من هاي الناحيه، فهو اكثر يعني انا اميل طبعا للانتقال الذي، لكن يعني ما ادري اذا يعني فعليا ممكنه وشعبيا ستكون ممكنه. فهي اكثر شيء طرح للنقاش وناخذ يعني الرؤيه والاراء في هذا الامر. ساتوقف هنا وشكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور.